هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي، وحاول تشترك في القناة كبير لأن الملخص هيكون خطير، وكمان لو شفت الفيديو الأخير هتدعمنا وتقول انتوا أساطير، ولو مش متابعنا انت أكيد فايتك كتير. فيلمنا بيبدأ بطفل عايش مع أبوه في محطة بحرية، وكانوا بيدرسوا بعض التغيرات اللي بتحصل في سلوك القروش البيضاء، ومن كتر حبه للقروش الطفل ده سمى نفسه الفتى القرش أو شارك بوي، وكمان كان بيطلع بالليل من ورا أبوه يأكل القروش سمك لأن السمك كان ناقص عندهم في البحر اليومين دول، فحبوه لأن تقريبا كده البطن هي مفتاح القلب. لحد ما في يوم من الأيام جت عاصفة قوية ما رحمتش حاجة ودمرت المحطة بالكامل، والأب ركب طقنة جغل للابن فيه، وكل واحد منهم راح في اتجاه مختلف، وبكده اتفرقوا عن بعض، وواحدة واحدة ما عادوش شايفين بعض، والولد بقى تقريبا كده وحيد في البحر، والخوف بدأ يدخل في قلبه. بس لحظة واحدة بقى يا جماعة، ناخد وقت مستقطع كده بسيط اكلمكم فيه عن قناة انمي في كلمة ونص، اللي لو دخلت بصيت عليها معايا اكيد باذن الله هتلاقي حاجات هتعجبك كتير، زي مثلا يعني كده عندك سلسلة افلام هوتل ترانسلفانيا كاملة، ومثلا يعني اقول لك خد التقيلة سلسلة افلام كونج فو باند اللي لسه الجزء الرابع بتاعها هينزل قريب، غير شوية حاجات كتير جدا هتعجبكم. ويعني المهم بقى بعد اللفة دي ما تنسوش تدعموها بالاشتراك، وتبقى جدع قوي يعني لو فعلت زر الجرس عشان يوصلك كل جديد منها، وتدوها شوية لايكات، وبعد يعني خلاص كفاية عليها كده الطمع ده. تعالوا بقى نكمل بقى فيلمنا، يلا بقى ومعلش طولت عليكم. ولكن فجأة في سمكة قرش اتعرفت عليه وقالت لاصحابها ايه ده، مش ده الفتى القرش بتاعنا؟ مش هو ده يا جدعان اللي كان بياكلنا سوشي؟ تعالوا بقى اما ناكله لانه هو كده كده طيب ومش هيزعل لو كلناه عشان نسد جوعنا. لكن في قرش تاني كان عنده رأي تاني، وهو قال احنا لازم نحميه ومحدش يأذيه، وخدوه على ظهرهم لكهف عشان يقدر يعيش معاهم، وبكده بقى هم دول عيلته الوحيدة، وهي بصراحة ما كانتش عيلة صغيرة. ومع مرور الوقت والايام بدأوا يدربوه على العوم في البحر زيهم، وواحدة واحدة يعني مع تقدم العمر طلع له زعانف في جنبه، وكمان سنانه بقت شبه سنان القروش، وكمان طلع له زعنفة قرش في ظهره. انما بقى لو كان عايش مع كابوريا كان طلع له مشابك من اللي بتقرص دي او بتعض دي. المهم ما علينا، لان بعد مرور وقت طويل كان في طفل اسمه ماكس قاعد في امان الله وبيصطاد، وقيس فجأة لقى نفسه اصطاد سمكة قرش، والسمكة دي لما طلعت قدامه كانت شارك بوي، فبقوا اصحاب بقى وخدوا معاه البيت ودخلوا من ورا ابوه وامه وعايشوا في حوض ميه في اوضته، وعلاقتهم كبرت وبيحكوا مغامراتهم لبعض. واهم مغامراته ان الفتى القرش ده كان بيحاول يلاقي ابوه، لحد ما في يوم من الايام برضه قيس فجأة دخل عليهم بنت لونها بنفسجي في بنفسجي وفي بركان بيجري في دمها، واسمها فتاة الحمم البركانية، وطلبت من ماكس انه يسلفها الفتى القرش ده لانها محتاجة في مصلحة كده، فسمح لها تستلفه وخدته ومشيت. وماكس تاني يوم راح لمدرسته وطلع يحكي لهم قصته اللي ملهاش اي 30 لازمة دي، فقالوا له بأغطيها وانت نايم، وطبعا رموا عليه طماطم وخس وشوية خضروات، انا بصراحة معرفش بيجيبوهم منين، بس يعني بتظهر لما بيكونوا متضايقين من حد، والكل اتنمر عليه. واهم المتنمرين دول كان الواد ده واسمه لانس، انما بقى البنت دي يعني دي بنت المدرس بتاعهم وعجبت بالقصة بتاعته وكمان صدقته، والمدرس بتاعهم اسمه الكترو سيداد، والطلاب كانوا مسميينه الكتريك، وبصراحة عندهم حق، انا ما كنتش هكمل الفيلم اصلا بسبب اسمه. المهم انه سأل ماكس ايه اللي في ايدك ده، فقال له دي مذكرة احلامي وبكتب فيها كل احلامي المهمة جدا ومش هفارقها طول حياتي. واول ما خرج لقى لينوس مستني برا وحاول يتنمر عليه وكان عاوز ياخد منه مذكرة احلامه، لكن ماكس هرب منه، ولينوس كان متنمر درجة اولى، فجمع اصحابه وراح وراه، وتحس انهم عصابة بتطرد ماكس، مش يعني ما كانوش مجموعة اطفال خالص، لانهم كانوا منظمين قوي في خطواتهم. وفي النهاية ماكس خد خبطة غير قانونية فوقع المذكرة، وسبحان الله وقعت في ايد لينوس اللي خدها ومشي، ويعني بقى هي دي بقى اللي مش هتفرقها مهما عيش. المهم انه بالليل لما نام بدأ يحلم بكوابيس غريبة كده، ويعني كانت الكوابيس دي اعوذ بالله يعني كانت غريبة ومرعبة جدا، وهي ان ابطاله اللي هو شافهم كانوا في خطر وحاجات كده، يعني ياي ما ينفعش طفل يحلم بيها خالص. فصحي وهو خايف ولقى ابوه مطلع لعبة اسمها التوبر وكانوا بيصنعوها مع بعض، وقال له ايه رأيك نكمل تصنيعها، لكن ماكس كان خايف من الحلم المرعب ده وفقد شغفه لأي حاجة، ويعني تحس كده انه كان مضروب على راسه، لانه يا مؤمن قبل ما يروح المدرسة اتمنى ان يحصل اي حاجة في اليوم ده فيطول في المدرسة وما يرجعش البيت بسرعة. واول ما وزر المدرسة العيال رحبوا بيه احلى ترحيب، انا ما اعرفش العالم بدون المتنمرين دول كان هيعمل ايه. والبنت اللي عجبت بقصة ماكس قالت للطلاب انها حلمت بانها بقت اميرة التلج وبتستمد قوتها من قلبها الالماسي، فابوها قال لها بطلي العبط ده والنبي عشان ما تبيش ايه من يعني يتنمروا عليكي معايا. وماكس اول ما شاف لينوس قدامه استغل ان المدرس موجود وقال له رجع لي المذكرة بتاعتي ياض، والمدرس اكبر لينوس يرجعها له، ولما خدها منه لقى مشخبط له فيها ومبوظ له كل احلامه اللي هو كان كاتبها، فاتضايق جدا ولسعه بالمذكره على قفاه تاني، والمكان فجاه بقى مليان عواصف قويه جدا، ولينوس ده طفل خنزير ورجع خد المذكره تاني، وفجاه الواد القرش ده ظهر في الفصل وهو معاه البت اللي كانت المولعه دي، وقالوا لماكس احنا محتاجينك بسرعه لان كوكب احلامك اتدمر ومحتاجينك تنقذه وتنقذنا. والفصل كله كان مندهش وماكس راح معاهم، وطبعا لينوس ده انا ما اعرفش كان جاهب الشر ده كله منين وهو طفل يعني طفل صغير
تحسه بريء كده، كان بيبصله بصة مرعبة، ده انت طفل مجاري مش طفل عادي. وماكس ركب مكوك فضائي صنعه في حلمه برضه، وخد القرش وفتات البركان وراحوا لكوكب احلامه اللي كان كوكب تافه، وكمان كان اقصى مشاكله السيد الكتريك، وده طبعا المدرس بتاعهم، وهو كان عمله الشرير اللي بيحاول يدمر كوكب احلامه. والاتنين دول قالوا له انت لازم تنقذنا منه، وهناك كده ايوه هو ده مقر احلامك اللي المشكله كلها بدات منه، ولازم نروح هناك ونصلح المصايب اللي بتحصل دي كلها. بس المشوار مش سهل، لان انت حلمت ان مقر احلامك يكون في امان، فمش هنعرف نوصل له بسهوله، ولازم نعدي على ممر الزمن، وبعد ما نخلص منه هنركب قطر الافكار، وبعد كده هنعوم في بحر اليقظه، وبعد كده بقى بحر التشويش. وبصوا انا فهمت الرساله المهمه من الفيلم ده. شوف يا عزيزي المشاهد، الرساله دي هي انك ما تحلمش وتقرفنا باحلامك، او لما تحلم ما تخليش الاحلام معقده قوي عشان مش ناقصه فرهده والنبي. انا كنت اعرف واحد بيحلم، لا هو ما كانش بيحلم، ده كان بيالف افلام رعب في احلامه مش بيحلم. المهم بداوا رحلتهم ومشيوا كتير لحد ما وصلوا القطر الموت اللي استخدموه عشان يوصلهم للمخبأ بتاع الكتريك الشرير، ولما وصلوا له كان قاعد مستنيهم ومجهز معاه جيش عملاق من فيش الكهرباء، وكان عددهم كبير جدا، وشارك حاول يقاوم معاهم لكن كهربوه، وفتات الحمم طلعت بقى الالكتريك وفضلت تلسعه بالحمم بتاعتها، وهو كان بيتلسع اللي هو قوي اح اح بتلسع دي انت صدقتي ولا ايه؟ انت هتصدقي يا بت ان انت بتلسعيني؟ وبعد ما خلصوا التفاهه دي الكتريك قال لهم انا مش فاضلكوا، وامر فيشو انها ترميهم في مقبره الاحلام عشان يخلص منهم، لكن بعد ما رماهم القائد بتاعه ظهر وقال له ايه اللي انت عملته ده يا غبي؟ ماكس سيد الاحلام كان معاهم، ولو اكتشف قوته الحقيقيه انا وانت هنموت ولازم تجيبولي حالا، فاستدعى جيش الفيش الكهربائيه عشان تطاردهم. وماكس وهو في مقبرة الأحلام فتاة الحمام قالت له لازم تحلم بأي حاجة تطلعنا من الموقف ده، وكمان يا ريت لو تفتكرني كده بحلم عشان أكون أقوى من كده بكتير. وقبل ما ينام شاف الآلة توبار اللي كان بيصنعه مع أبوه كان متدمر في مقبرة الأحلام، فحلم إنه يشغله، ولما اشتغل قال لماكس عشان تحلم أحلام حلوة وتنقذكوا لازم تروحوا لكوكب الكعك العملاق واللبن، وخدهم وطار عشان يوصلهم لقطر الأحلام، ومشي بيهم شوية لحد ما وصلوا للقطر اللي ركبوه وراحوا بيه لكوكب الكعك واللبن، ووقعوا فوق كعكة عملاقة ومليانة نوتيلا. وشارك لما دق النوتيلا قرف منها لانه بيحب ياكل فسيخ بس، وماكس فضل يلهط في النوتيلا اللي في الكعكه اللي كانت عباره عن مركب ماشي بيهم في نهر اللبن العملاق، ومشوا لحد ما وصلوا لليابسه وكانت كيكه، وهناك نام عشان يحلم باي حلم حلو يصحح الوضع اللي هم فيه. وبدل كده بدا يحلم بكابوس عن فتاه الحمم، فحست انها بتتاثر بحلمه فلسعته في منطقه حساسه كده شويه عشان يصحى، ولما صحي اتفاجئوا بالكتريك قدامهم ومعاه جيش عملاق من الفيش الكهربائيه، وما كانش قدامهم اي حل غير القتال، والقتال كان يا عيني صعب جدا وما ينفعش اي حد يشوفه عشان ما يحلمش بكوابيس، لان بصراحة انا خايف احلم بالحلم ده لما نام فاصحى يعني. المهم ان ماكس اتخيل مركب مصنوع من مستين عمالقه وعشان يهربوا في نهر اللبن، وفعلا المركب ظهرت فخدوها وهربوا، وقرروا انهم يروحوا لملكه قلعه التلج، وده طبعا عشان يطلبوا منها انها تساعدهم. وشارك بوي اتحمس قوي وقال دي اجمل بنت في عالم الاحلام، وفتاه الحمم مشاعرها اتلسعت من الكلام اللي سمعته ده فلسعته ولا بلاش هي كده علمت عليهم هما الاثنين. المهم انهم قبل ما يوصلوا لملكه التلج الكتريك ظهر قدامهم وقبض عليهم وخدهم لعرين الاحلام عند القائد بتاعه اللي طلع لاينوس المتنمر. يعني بتتنمر عليه في احلامه وفي حياته؟ انت عديت ليفل الوحشه في التنمر يالا، انت تبص انت تفتح مدرسه للمتنمرين. انا في كل الافلام اللي شفتها ما شفتش متنمر وصل للمستوى الجبار ده، وكان معاه مذكره احلام ماكس وعشان كده قدر يستخدمها ضده، وقال لهم انا مش فاضلكوا دلوقتي لاني هنام عشان احلم، وامر بحبسهم. لكن شارك بوي اتضايق من الموسيقى اللي كانت شغاله وقام دمر القفص اللي هم فيه وهربوا، وماكس خد كتاب احلامه من لاينوس وكل ما كان يقرا حاجه منه كانت بتتحقق، زي مثلا انه جاب لفتاه الحمام موتوسيكل ففرحت قوي واتحمست، فخدت منه الكتاب عشان تعرف بقى قدراتها فاتحرق اول ما مسكته، وقرروا يهربوا بسرعه وراحوا لقلعه الجليد، والملكه كانت بنت المدرس بتاعهم ووافقت تساعد ماكس وسلمته الالماسه اللي هي مصدر قوتها اصلا عشان تساعدهم، فخدوها وراحوا يدمروا بها الكتريك، لكن ما عرفوش لانهم اكتشفوا ان محدش يقدر يستخدمها الا صاحبتها، والكتريك دمر التلج وكهرب السمك اللي تحته، وشارك بوي اتضايق من اللي شافه فنزل الميه عشان يروح ينتقم منه، لكن الكتريك حط له سمك الكهرباء في الميه فكهربه واغمى عليه، وفتاه الحمام خافت على صاحبها فقالت لازم انزل انقذه، ونزلت خدته من قاع البحر وطلعت بيه، لكن هي كده كانت خلاص نارها انطفت وبقت يا عيني قلب امها بتودع هي كمان. وفي الوقت ده شارك بوي فاق فقال لا كله للبت المولعه دي،
وخدها بسرعة وراح بها للبركان عشان تستمد القوة منه، والطريق كان طويل لكن وصل له برضه، ورماها في الحمم البركانية فاستمدت قوتها وبقت قوية جدا، وكمان طلعت شوية طاقة في الهواء من كتر الطاقة اللي هي خدتها. وماكس هو كمان اكتسب قوة معرفش بصراحة جابها منين، ما هو ممكن يكون عشان يعني حلمه بقى، فهو كوسة بقى، وبقى سريع جدا غير شوية مهارات تانية، وراح بقى لاينوس وقال له أنا لازم أوقفك عن اللي بتعمله ده، ودخلوا في معركة قوية جدا فوق ما تتخيلوا مع بعض، بس كانت معركة قوية بس في العبط يعني مش في حاجة تانية عشان محدش يقتنع ان دي كانت معركة اصلا. ده كانوا بيضربوا بعض بشوية امخاخ بشرية، وشارك بوي استعان بجيش القروش بتاعه وراحوا زنقوا اليكتريك ورا مصنع الكراسي، والقروش كانت بتعضعضه في كل حتة. المهم نهاية العبط ده ماكس قال لاينوس ايه رأيك نبقى اصحاب وتبطل تنمر عليا وما تدمرش احلامي، لانك لو دمرت احلام الناس انت كمان احلامك هتتدمر. ولاينوس وافق بصلح لكن وقعوا من على مكان عالي، وماكس نزل وراه بسرعة عشان ينقذه، ولحقوا على اخر لحظة وبقوا اصحاب. وكمان شارك بوي وفتاة الحمام وصلوا وكلهم بقوا حبايب، والكتريك هرب من السمك القرش اللي بيعضعضه وراح لهم قال لهم بما انكم كلكم بقيتوا اصحاب بقى انا اعمل ايه دلوقتي في وسطكم، وكان متضايق منهم جدا فقال لهم انا هنزل على كوكب الارض وهدمر كل احلام الاطفال. وعشان كده ماكس راح وراه عشان ينقذ احلام الاطفال، وكان كل ده نايم والمدرس بتاعه صحاه وقال له قوم الله يخرب بيتك المدرسه بتتدمر. وفجاه الكتريك ظهر قدامهم وكان عاوز يكهرب كل الاطفال، والمدرس لما شافه اتصدم وقال لماكس انت ليه عملتني شرير مع اني كنت طيب معاك، وانا مالي يا عم ده الحلم اللي جالي وانا اختار الاحلام. ولاينوس اتبرع بان هو اللي دمر الكتريك، ولما خرج له الكتريك كهربه في الناحيه التانية، وبكده بقى ملسوع في حته ومتكهرب في حته. وماكس راح لبنت المدرس وقال لها خد البلوره دي بتاعتك وانت الوحيده اللي تقدري تستخدميها لانها ملكك. فقالت له انت لقيتها ازاي دي بتاعتي فعلا بس في احلامي بس، فقال لها ما تشغليش بالك انا بعرف اجيب الاحلام حقيقه. ولما لبستها بقت قويه وخرجت لالكتريك وطلعت تلج من ايدها فجمدته لحد ما اتدمر وبقى اشلاء، والطلاب كلهم فرحوا بيها بقى وفضلوا يرقصوا ويغنوا جنبها، وكانت هيصه ويعني مش عارف اقول لكم يعني كميه السعاده اللي كانت في المكان وحاجه كده يعني حاجه تسد النفس. وماكس والبنت دي بقوا اصحاب، وكل الطلاب بقت بتصدق ماكس، وشارك بوي بقى سيد المحيط وعايش دور اكوامان، واللي ما شافش اكوامان هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف للي يحب يشوفه. وفتاه الحمام بقت قويه جدا وكمان بقت الصديقه المقربه لشارك، وبيقضوا معظم وقتهم مع بعض. وماكس كمل تصليح تبار وحوله لعبه حقيقيه، واخيرا خلصت من ام الفيلم اللي كان هيجيب لي شلل ده. الفيلم ده تقريبا كده ما كلفش المخرج غير 5 جنيه بس اللي كان بيفطر بيهم وهو بيفكر في السيناريو. وطبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس واللايك الجميل، وكمان برضو ما تنسوش تخشوا على القناه الجديده بتاعت انمي في كلمه ونص وتدوسوا اشتراك برضو وتفعلوا زر الجرس وتدوها اللايك الجميل.